هنروح لحاجة تانية، والست المصرية الأصيلة المحترمة اللي أنا يعني دائما وأبدا الحقيقة بدافع عنها. الست المصرية على طول الحقيقة متهمة إن هي ما بتعرفش تسوق، ما بتعرفش تنزل، مش عارفة إيه، يعني ما أعرفش الحقيقة الاتهام ده جه منين أو أصل الاتهام ده جه منين، أنا ما أعرفش الحقيقة. لكن في مدربة سواقة ست محترمة جدا اسمها سهير كمال. سهير كمال قررت إن هي تنسف المقولة دي بقى زي ما بنقول نسف، وقررت كمان تدرب الستات ازاي يكونوا محترفات وقلبهم جامد. عايزه اقول لكم ان انا والله مش يعني اعوذ بالله طبعا من كلمه انا بسوق حلو جدا، انا جن اتريقي 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 ساره كمان والله. ماشي. اوكي تمام. طب والله عامله حادثه برضو باين ولا ده كان اي كلام؟ لا مش حادثه على فكره، ده عربيه انابيب دخلت فيها، هما اللي غلطانين انا مالي. لكن انا بقالي كتير جدا بسوق، عمري الحمد لله يا رب، الحمد لله. ما عملتش حوادث خالص، ربنا يكملها على خير. طيب تعالوا نشوف بقى ونسمع سهير كمال بتدرب الستات ازاي مع مراسلتنا طبعا الجميله اللي بنشكرها شكر كبير جدا رضوى رحيم. وبعد كده هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هسيبكم بقى مع ساره ومعاها كمان بطله التنس العالميه ريهان راشد. استنونا. السواقه في مصر قرار، قلب شديد واعصاب حديد وإيمان إن اللي في نصيبك هتشوفه. فكرتنا النهاردة في عسل أبيض عن أشباح الأسفلت اللي بتعرف سواقتهم من بعيد، اللي أول لما يقربوا منك لازم تذكر ربنا، يا إما بتقول الله يسامحه اللي علمك السواقة أو منه لله اللي اشتراها لك. فكرتنا النهاردة عن سواقة الستات. دي مش بقى خالص، انا بشوف يعني باخدها في حته فاضيه طبعا، لان الستات كلها جيناتنا كده يعني اعذرونا يا جماعه، هم الستات رقاق شويه وحساسين بالظبط، بيبقوا عندهم خوف شديد من السواقه. عشان كده برضو انا يعني انا بحب قوي وبقول لكل ست عندها بنوته يا ريت تبداي معاها من وهي صغيره، الموضوع ده هيفرق جامد جدا معاها. لما اقعد بنتي او لما انا سقت وانا مثلا 13 14 سنه، دلوقتي انا بقعد بنتي من 10 سنين هي خلاص بتسوق، ابني من 4 سنين، الموضوع بيختلف لما تتجرأ على السواقه من وهي صغيره. خلاص لما تبقى 18 سنه دي اوكي خلاص هتطلع الرخصه وتسوق باحتراف.
الستات بقى لان بيتعلموا كتير منهم على هم كبار شويه بالظبط كده، ان هي خلاص بقى اتحطت انها بقت زوجه وفي مسؤوليه نادي، في باصات مدرسه غليت جدا، فهي محتاجه سوق. طب مهم هو ان الست تعرف مثلا تغير كاوتش العربية، انها تشوف الزيت تشوف المية. انا بعلمها الحاجات دي، يعني خلينا واقعيين برضو ان العربية لما بتعطل من الراجل مش كل الرجالة بتعرف تصلحها، بس انا بعلمها ازاي تعرف العربية، يعني اول ما تركب العربية لو في لمبة نورت في التابلو دي معناها ايه، لو في البطارية مثلا نورت، لو في الزيت نور، الحاجات دي تبقى ملمة بيها، ازاي تشوف المية بتاعة العربية، ازاي تقيس الزيت، تبقى ملمه بالحاجات دي. طبعا الكاوتش هو اهم حاجه، يعني لو هي مش معاها كومبريسور او هو الكاوتش فيه مشكله بعلمها طبعا ازاي تفك العجله، اني انا مش بنصح دلوقتي الستات تقف لاي حد في الطريق، يعني او يعني الدنيا مش امان قوي يعني، بس لو في حاجات بسيطه كده هوب بتعملها. طبعا لو حاجه مشكله عويصه برضو الراجل مش بيتصل بالميكانيكي او بيتصل بحد يجي ياخد يشد العربيه، يعني برضه الستات كده يعني. طب ايه اللي بيختلف مدرسه السواقه الست عن مدرسه السواقه الراجل؟ عايزه اقول لك كل الستات اللي جم في معظمهم يعني جوازاتهم حاولوا معاهم ان هم يعلموهم. بتقولي ايه بقى؟ بتقولي بصي هي بتقلب بطلبه بعد كده. هلا بتقولي يعني احنا نزلنا اول مره خلاص تاني مرة كنا هنتطلق، ليه يا حبيبتي في ايه بس ايه اللي حصل؟ هو عصبي، الرجالة طبعا عصبية ملهاش خلق، هو عايزها اتحطت على الدريكسيون سوقي من غير ما يفهمها اي حاجة ومن غير ما يقول لها تعمل ايه ولا طب يا هي انا لسه مش فاهمة انت، طب يعني انت الاول كنت بتسوق ازاي برضو، ما انت اكيد حد علمك. هو ممكن يكون اتعلم في عدد اقل معاكي ان الرجالة جينات وطبيعة ممكن، بس الست برضو اديها فرصتها هتتعلم، لكن انت تحطها اوعي حاسبي العربية سوقي لا طبعا بينرفزها. عايزة اقول لك كمان حاجة، ان في دراسة اتعملت ان شريك الحياة لما بيبقى قاعد جنبك بيبقى انت بتبقي متوترة بنسبة 90%. الولاد قدام على اساس اخد بالي بيعملوا ايه لا اكبر بالي. غلط ان الولاد يركبوا قدام، اولا هيعكسوكي، هيداروا المرايه بتاعه الجنب طبعا بالحركه بتاعتهم، ثالث حاجه لو الاير باك لا قدر الله اتفتحت او حاجه بتخنق الولاد، هم مكانهم ورا، يلا شدي يا ملك حزامك، يلا يا كريم، بيركبوا بيشدوا الحزام، شدي لاخوك الحزام انت الاول يا ملك يعني. تاني حاجه بنقفل السنتر لوك بتاع العربيه، وبيبقى فيه في البيبان كمان ورا التشايلد لوك بتاع الاطفال، ده مهم جدا تعمليه، لان انت حتى لو قفلنا السنتر وهم حد منهم لو هم اصغر من كده طبعا شد فتح الباب فالباب بيتفتح، فاهم حاجه نامن على الحاجتين دول ضروري جدا، الحزام واللوك بتاع الباب بس كده. تمام جاهزين؟ يلا خلاص يا كوكي. هي المفروض اصلا في بادج المفروض بيتحط، دي حاجه مهمه جدا، بيبقى في ساين كده هو بتتحط على الازاز ورا ان العربيه فيها اطفال، بس طبعا في مصر ما فيش الكلام ده، او حتى لو حد حاطط البادج ده بالظبط يعني اللي وراكي هو مش فاهم يعني برضو بيتعامل ان عادي يعني. بس طب امال ممكن هي تشغلي الولاد ازاي او ان هم ما يتعاملوش معاكي ان هم يرقموك سيئة. تمام، هو انت بيبقى في العربيه بيبقى فيه الشاشات بتاعه الدي في دي، بتحط لهم حاجتهم جنبهم بحيث ان هم مش كل شويه يقعدوا يندهوا عليكي عايزين ميه عايزين عصير،
بتبقي مجهزه لهم وهم بالتعود يعني طبعا بتنبهي عليهم ما ينفعش تيجوا تكلموا مامي من قدامها كده او تميلوا عليها وتسالوها لا وبالتعود بيعرفوا خلاص ان مامي سايقه في قواعد في التزام علشان الطريق بيبقى كل حاجتهم معاهم ورا وخلاص وبيسيبوها بقى تسوق يعني مستهوين بالستات يا اخويا علشان نبقى موضوعيين كان لازم ننزل الشارع ونسأل الرجالة عن رأيهم في سواقة الستات خليكم معانا ايه رأيك في سواقة الستات؟ بصراحة مش حلوة يعني مش حلوة خالص في ناس بتسوق كويس وفي ناس بتسوق بس الأغلبية وحش يعني رجولة أدب مش عايز كتاب والله مش كلهم واحد يعني فيهم اللي بيسوقوا فيهم كده رجالة وحريم الاتنين زي بعض في السواقة الناس كلها بقت في تواد أمال مين اللي هينضرب؟ بص حضرتك الست في طبيعتها ست فطبيعتها بتحب تمشي بالراحه واحده تانية بتحب تتشيطن هي وماشيه فطبيعتها انا لازم احترم الست اللي قدامي ما انا في ست كبيره مشيتها قليله على قدها خايفه من السرعه فطبعا بتختلف من واحده للتانيه لكن ما نقدرش نظلمهم هم بصراحه بيسوقوا مش كلهم بس زي الفل قطيعه ما حدش بياكلها بالساهل في ليديز بيسوق كويس وفاهم قواعد مرور بس حوالي 80% بيسوق بالعاطفه بيسوق قلبهم والسواقة مش محتاجة كده السواقة محتاجة تكون جريئة شوية تكون عندها ثقة تعرف انها تاخد قرارها في الوقت المناسب كده برضه سونا يا خائن اللي افضل ان هم ما يسوقوش اصلا ان هم يستدوا اللي هم يقعدوا في البيت السواقة دي للرجالة بس اللي قلبه جامد انسان الغار طويل الناس بس هو الله يا دايما وابدا الكلمة اللي بتتقال الله يسامحه اللي اشتراها لك الله يسامحه انما يا حبيبي عليهم قلبة واللي مخلي كفتهم غلبة واجرك الله بقى على تسلاح في ثواني تلاقي الدنيا ولعة ما هو يا تطلقني يا اما خلعة معظمنا خلاص بقى عنده صلعة بسبب المجاني يا خسارة الشعر اللي سمر انت ايه اللي خلاكي تفكري تسوقي؟ والله عندي 5 أطفال وزوجي مش دايما موجود في البيت طبعا بقوا محتاجين توصيل مدارس الدروس بقت اوقات مواعيدها طبعا غير مواعيد باباهم خالص المسافات بقت بعيده جدا ما ينفعش يروحوا لوحدهم يعني فاضطريت طبعا اني انا لازم اجباري لازم اتعلم بس يعني على الاقل لقضاء حوائجي انا واولادي عظيم. حتى لو مش هطلع يعني مشاوير بره او كده بس على الاقل النادي المدارس الحاجات المهمه الضروريه ما توريني كده هتغيري ايه ولا تزودي ايه نشوف مثلا هو عامه الميه بتاعت العربيه ما ينفعش نزودها وهي مبطله ولو هي سخنه قوي يعني انت لو هي في مشوار وحسيتي ان في ميه عايزه تتزود انت بتبداي تبطلي العربيه ولما تهدى شويه مش تبرد خالص بتبداي تفتحي بحذر ممكن تبقي ماسكه فوطه او حاجه لان بيبقى سخن والبخار هنا اهو القربة عادي ممكن نغيرها بتاعه المساحات اهي دي فاضيه خالص يا عربيتك انا صور القربة فاضيه خالص بتبداي على المطر بتبداي تزوديها بيبقى في عامه علامه بتبداي هي كانت ايه يعني فاضيه خالص ما انا بقول لك فاضيه خالص يعني هي سايباها يعني بس وصلنا ايه للعلامه خلاص بتبداي تقفلي تمام في حاجه ثانيه برضو المفروض بنتشيك عليها ممكن يعني كل شهر كل حاجه حسب برضو استعمالك ومشيك بالعربيه اللي هو الزيت
تمام اهو شايفه هو فين مكانه. بتطلعيه ده مقاس الزيت، بنمسحه بفوطه بكلينكس كده اهو تمام. بيبقى عندك اهو بصي عندك علامتين شايفاهم تمام. انت اهو ايوه عشان اتعلم عشان انا ما اعرفش حاجه في الحاجات دي صراحه. ماشي احنا اهو بعد ما مسحناهم بندخلها تاني. احنا خلاص كده ايه طب كده العلامتين دول معناه ايه بقى؟ ما هو هنشوف الزيت واصل الزيت تمام مقاسه تمام مظبوط ولا لا. اوكي مقاسه اهو المفروض يبقى ما يتخطاش العلامه دي ولا يعديها. يبقى في النص كده هو في النص. برضو الزيت ممكن انت بتعرفيه عشان برضو ما حدش يشتغلك، انت ممكن بتشم ريحته بتشوفي ملمسه، بس يعني انا مش عايزه ادخل جوه في تفاصيل ميكانيكا. بس حلو جو الميكانيكا ده ان الواحد يفهم يعني الحاجات البسيطه. حاجه ثانيه ممكن لو نرجع ده مكان، بس حاجة مثلا بتقابلنا العربية تبطل منك او البطارية يكون فيها مشكلة وما مضرتش، بنعمل ايه؟ بيبقى عندنا هنا هوت الوصلة بتاع الشحن. انا طبعا مش هوصلها دلوقتي، انا بس هوريكي. بيبقى انت عندك اتنين احمر واتنين اسود تمام؟ عندك هنا احمر وعليه موجب بتوصليه في بتفتحي اهو كده اهو شايفه هنا اهو بتفتحي دي كده بتدوسي بتوصليها وبتوصلي دي كمان هنا اهو، والعربيه اللي بتديكي واصله زي ما بيقولوا بتحط بتدوري بتدور هي هتدورك هتمشيكي تمام. بس ممكن لو بطلتي تقف منك تاني وتحتاجي تعملي وصل، بس توصلك لاقرب مكان بقى وتشوفي بقى عيب بطاريه عيب عايزه تتغير عايزه تشحن الكلام ده كله. يعني شكرا جدا يا مريم سوير بجد. يعني انا شخصيا استفدت يعني يا رب خليك يا رب. حقيقي الستات الستات لازم يتعلموا كل حاجه على فكره. على الاقل لا ده مهم جدا الحاجات السوائل بس بتاعت العربيه يعني على الاقل تعرف تشوفها. لا ده شيء هايل جدا وبالتوفيق يا مدام سمر ان شاء الله، وخلي بالك بقى من السواقه يعني ربنا معاكي ان شاء الله. اوريكم كمان العربيه الكاوتش كمان. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا. من 98 سنة من ساعة صدور أول رخصة لست في مصر وكل الستات بتحاول تثبت إنها بالفعل بتعرف تسوق، لكن بعد ما قضينا يوم كامل في مدرسة خاصة لسواقة الستات اتضح إن المشكلة مش بس في الستات، المشكلة في التزام بقواعد وقوانين. لو ده حصل هيبقى كل الستات محترفين.